بكم. هنالك مجموعة من أنظمة الألوان، وأشهر هذه الأنظمة هي CMYK، RGB، Grayscale وBitmap. طبعا هذه الأنظمة الأربعة هي الأشهر في أنظمة الألوان. النظام الأول هو RGB، وهو نظام لوني يعتمد على الألوان الرئيسية للضوء، وهي الأحمر والأخضر والأزرق، حيث يخلط هذه الألوان الثلاثة لاستخراج الألوان الأخرى. يستخدم هذا النظام في التصاميم التي تتفاعل مع الضوء، أي التصاميم المعروضة على الشاشة، سواء كانت شاشة الموبايل أو الحاسوب أو حتى التلفاز. وأشهر أنواع تصاميم هذا النظام هي تصاميم السوشيال ميديا كالإعلانات الدعائية على الفيسبوك وتويتر وإنستغرام. النظام CMYK، وهو نظام يعتمد على 4 ألوان رئيسية، الأزرق والأحمر والأصفر والأسود، حيث يخلط هذه الألوان الأربعة لاستخراج بقية الألوان. يستخدم هذا النظام في التصاميم التي تعتمد على الأصباغ، أي التصاميم المطبوعة. وأشهر أنواع تصاميم هذا النظام هي المطبوعات التجارية كأغلفة الكتب والمجلات ومطبوعات الدعاية والإعلان. النظام بيتماب، وهو نظام لوني يعتمد على لونين فقط، وفي الغالب يستخدم اللونين الأبيض والأسود، حيث يتم عمل التصاميم في هذا النظام على ملء البكسلات باللون الأسود، وذلك لتتحسسه ماكينات معينة مثل ماكينات CNC. مثال على ذلك هذه القطة التي باللون الأسود، تتحسسها ماكينة القطع وتقطع الخط الفاصل بين الأسود والأبيض. النظام Grayscale، وهو نظام يعتمد على ألوان الأسود والأبيض مع تدرجات الأسود كاللون الرمادي. يستخدم هذا النظام في التصاميم التي تكون بنظام الأبيض والأسود، وكذلك يستخدم في معالجة الظل والإضاءة للصور الفوتوغرافية. النظام Grayscale ممكن استخدام به اللون الأبيض والأسود وتدرجات الأسود اللي هو الرمادي، أما النظام Bitmap فلا يمكن استخدام التدرجات، فقط الأبيض والأسود. الخلاصة، إذا عدنا تصميم راح ينعرض على الشاشة يكون النظام اللوني الخاص بـ RGB، أما إذا تصميم راح ينطبع يكون النظام اللوني CMYK، وإذا تصميم راح يكون موجه لماكينات CNC يكون النظام Bitmap، أما إذا تصميم يحتوي على صور باللون الأسود والأبيض نختار النظام اللوني Grayscale.